خوتي السلام عليكم. المهم انا بغيت نشارك معكم هذا كيفاش كدوز هذه القضيه ديال ليفريزون مع مهدي بيرتس. اول حاجه الثقه، ثاني حاجه الفراخ ديال كيوسف لامان. المهم دابا انا راه عندي واحد السلعه هنا حطيتها هنايا، عندي شي فريخات باغي نصيفطهم لمراكش من كازا لمراكش، انا غادي بهم دابايا ان شاء الله الرحمن الرحيم غنوصل للشركه اللي باش دوك اللي كنتعامل معاهم، راه غادي نوريكم كلشي. يلا اذا احنا وصلنا السلعه ديالنا، هانا سيدي السي محمد، ها سلعت كامل من صورة جديد. السلام عليكم رشيد، ها هو الفرق ديال الكوار اللي درتو في هاد البوكس هذا. هاهو الله يوصلو على خير، هاهو شتي. يلا نؤكد بأننا سنواصل مسارنا أحب من أحب وكره من كره رغم انزعاج الأداء وحزن الحاقدين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.